أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن ننقل لكم تردد قناة سوريانا على النايل سات. قناة سوريانا هي قناة سورية تهتم بعرض ما يهم المواطن السوري داخل وخارج البلاد. تقدم القناة أخبار سوريا لحظة بلحظة عبر منصة الإذاعة التلفزيونية الخاصة بها. حققت القناة شعبية كبيرة بين المشاهدين من خلال المواضيع المهمة والحقائق الواضحة التي تطرحها على الشاشة، ويمكنها التعبير عن أفكار ومشاعر الجماهير وربط الشرق والغرب من خلال شبكة مراسليها. وتأسست في 6 تشرين الأول عام 2015، وأطلقت بثها الفضائي وانضمت إلى الإذاعة السورية لمواكبة هموم المواطنين وقضاياهم. وتقدم القناة إذاعة تلفزيونية وراديو تعرض أخبار دولة سوريا طوال الوقت من خلال شريط إخباري مثبت على الشاشة، كما تعرض إذاعة صوتية متنوعة وتهتم بتقديم الأغاني السورية الرائعة وزمن الفن الجميل لنخبة كبيرة من الفنانين. إذا تردد قناة سوريانا 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، ولا يوجد ترددات أخرى على الأقمار الصناعية الأخرى. تردد قناة سوريانا 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11938، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. نكرر، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11938، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. نكرر وأخيرا، تردد قناة سوريانا 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11938، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. اسم القناة على قائمة القنوات سوريانا TV. بذلك نكون قدمنا لكم تردد قناة سوريانا الجديد على القمر الصناعي نايل سات. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.